بص هننضفه مع بعض. طبعا انا حبيت ان انا اوريكم شكله الاول، لا قبل ما نبدا، بعد ما شطفت البراد كويس زي ما احنا شايفين شكله، شايفين شكله من جوه البراد نضف كويس ورجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أخواتي وحبايبي في الله، معاكم حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، إزاي اللي احنا ننظف البراد الاستانلس من غير ما ندعكه ولا بسلكة ولا بأي حاجة خالص. زي ما احنا شايفين اهو شكله، قرب لكم الكاميرا برضو عشان تشوفوه. زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين بصوا منظره عامل ازاي من جوه، بصوا من هنا اهو. هننضفه مع بعض. طبعا انا حبيت ان انا اوريكم شكله الاول، لا قبل ما نبدأ في الطريقة ونشوف مع بعض الطريقة ايه خطوة بخطوة. بس فضلا وليس امرا حبايبي، يا ريت كده انتوا تشجعوني كده وتدعموني باللايك والشير، واللي ما اشتركش عندي في القناه فضلا وليس امرا ادعموني كده بالاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا وشيروا الفيديو ده مع اصدقائكم عشان كل الناس تستفاد بالطريقه، لان هي فعلا طريقه سحريه فعلا. نعم هتنضف لك اي حاجه استانلس مش شرط البراد، وهترجعها لك اكنها لسه جديده، اكنك لسه شارياها يعني لسه جديده. فالفيديو ده كمان انا عاملاه كمان لمتابعه عندي على الفيس، هي ست كبيره بس طلبت مني قالت لي حنان انا مش بقدر ان انا ادعك وانا ست كبيره وعايزه حاجه تكون سهله ان انا انضف بيها البراد الاستانلس عشان بيعذبني فعلا في الدعك وده بتوجعها. فحبيت ان انا اقدم لها الفيديو ده النهارده وكمان اللي انتوا تستفادوا ايه بالطريقه. يلا بينا نبدا كده الفيديو على بركه الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف مع بعض هننضف البراد ازاي. هنا هنحتاج لحله، اللي يفضل ان انت الحاجه اللي انت هتعملي فيها الخطوه ديت يعني ما تكونش المونيا، الومنيوم. فانا معايا حله، الحله اللي زي ديت هبدا حطيت فيها رطل ونص من الميه، وهبدا بقى ايه اخد دي كده بقى البودره السحريه. سحرها فعلا رهيب فعلا في النظافه. هتقولي لي بقى ايه ديت؟ دي كده الصودا اش او الزهره البيضاء بتاعت الملابس او كربونات الصوديوم. فهنبدا ان انا اخد بدها معلقة كبيرة احطها في المية هنا، او ممكن نحط معلقة ونص كمان، اهي معلقة ونص كفاية. هبدأ ان انا اولع عليها، اولع الحل، احط الحلة ديت على البوتاجاز لحد ما تغلي. زي ما احنا شايفين اخليها بس هي تغلي الاول، لا وبعد كده هنكمل ايه مع بعض، نشوف مع بعض هننضف بقى البراد ازاي. اسيبها بس الاول اللي هي تغلي كويس. ما ينفعش ان انت تعملي الوصفه ديت في حاجه الومنيوم. هسيبها لحد ما تغلي كده الميه كويس، وبعد كده هنجيب البراد ونحطه هنا في قلب الميه. فهنتابع ايه مع بعض بقى، وهو ايه يعني من غير ما ندعك بقى ولا بسلكه ولا باي حاجه، انتوا هتشوفوا بعينيكم النظافه، يعني هتشوفوها قدام ايدكم. ما تابعوني. الميه كده حبايبي بدات اللي هي تسخن كده معايا، هبدا بقى ايه اللي انا اجيب البراد. واحطه ايه كده ايه في الميه،
طبعا انا ايه في الخطوه ديت بحاول احرك بقى ايه احرك البراد على جميع الايه الجوانب. وبصوا كمان البنطقه ديت هسيبه ايه كده شويه على الجنب ده، وبعد كده بعد كده ابدا ان انا اقلبه بقى ايه كل شويه اقلب فيه لحد كله كده ما نلاقيه اللي هو نضف، وكمان اللي هو هتلاقوه اللي هو بقى لونه ابيض خالص زي اكنك لسه شارياه. بصوا البطاقة ديت، بصوا هنتابع برضو ايه مع بعض بقى ايه كده. هنسيبه ايه شوية كده وكل شوية اقلب فيه. يا انا دلوقتي نزلت البراد كده زي ما احنا شايفين، وهسيبه بقى كده لحد ايه بياخد غلوة، وبعد كده هبدأ ان انا اقلبه على الجنب ده. دلوقتي يا حبايبي زي ما احنا شايفين انا سبته كده ايه 5 دقايق كده ايه في المية على الجنب ده، وهبدأ بقى ايه اللي انا اغيره زي ما احنا شايفين. بصوا الميه بقت عامله ازاي. بصوا البراد هتلاقوه اللي هو نضف يعني عمال الاصفرار اللي فيه وبصوا الغطا بقى عامل ازاي. بصوا هتلاقوه اللي هو يعني اكنه لسه جديد، يعني بيرجع اكنه لسه جديد ده. وزي ما احنا شايفين اهيت الميه، بصوا بقت عامله ازاي، ومن هنا اهوت يعني. بصوا وعلى فكره يعني ممكن بفرشه سنان كده ولا حاجه تدعكوا برضو الحاجات اللي زي كده اللي زي هنا، بس الاماكن بس اللي هي ايه ضيقه، بس هي يعني مش محتاجه، هي مش محتاج دعك خالص يعني، لان زي ما احنا شايفين اهوت النتيجه روعه بصراحه. هسيبه برضو على الجنب ده، الجنب التاني ده هسيبه 5 دقايق كده كمان عشان يبدأ اللي هو ينضف. تابعوني دلوقتي يا حبايبي. انا كده خلصت كده البراد كده خلاص، وزي ما احنا شايفين نه اهوت. بصوا امسكوا ايديا زي ما احنا شايفين، بصوا منظره بقى عامل ازاي دلوقتي بقى ايه، وشايفين الميه كمان بقت عامله ازاي من غير بقى ما حطيت ولا مسحوق ولا دعكت بسلكه ولا اي حاجه خالص. بطلع البراد بقى ايه دلوقتي في المرحله دي كده، وببدا ان انا اشرفه على الحوض ده كويس، وبعد كده بتغسليه بقى بالليفه بعد ما بشرفه كده ايه كويس بالميه، بتغسليه بس بليفه كده بصابون عشان بس نتخلص مطرح اللي هو الكربونات الصوديوم اللي انا حطيته في الميه، وخلاص على كده ويبقى معاكي البراد نضيف 100 100. فانا بقى ايه هشرفه على الحوض وخلص الخطوه ديت ونرجع تاني. إيه زي ما احنا شايفين منظره يعني بصراحه الطريقه جميله جدا. زي ما احنا شايفين اهو، بصوا من جوه كمان بقى عامل ازاي، ومن هنا بصوا من هنا كمان نضف ازاي. إيه كنا شايفين منظرها كان عامل ازاي في الاول. تابعوني كده اهوت عشان ايه نشوف مع بعض بقى بعد ما اشرفه نشوف مع بعض ايه شكله. تابعوني دلوقتي يا حبايبي بعد ما شطفت البراد كويس زي ما احنا شايفين شكله، شايفين شكله من جوه البراد نضف كويس ورجع اكنه جديد. اتمنى ان الوصفه النهارده تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم بالطريقه، طريقه سهله وبسيطه من غير دعك ومن غير سلكه ومن غير اي حاجه خالص، يعني من غير التعب ولا مجهود.
لو الطريقة عجبتكم حبايبي فضلا وليس أمرا ما تنسوليش كده باللايك عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد منه. كان معكم حنان الوراكي، ويلا بينا نختم الفيديو كده بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.